عود الكلام واحنا عشرتنا تصافي بها ما مر الخصام وانت يا اول حبيب شمس ما مرت تغيب وانت يا اول حبيب شمس ما مرت تغيب واحنا اوفل عاشقين واحنا اوفل عاشقين واحنا اوفل عاشقين واحنا اوفل عاشقين بينك وبيني حبيبي شوق وسوالف حنين بينك وبيني حبيبي قصة كتبتها السنين بينك وبيني حبيبي شوق وسوالف حنين بينك وبيني حبيبي قصة كتبتها السنين نهار نشرع ومواني ليل نشموع وأغاني نهار نشرع ومواني ليل نشموع وأغاني واحنا أوفل عاشقين 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 فعلا طبعا هذا مقطع من الأغنية هي أطول من هيك أطول من هيك يعني عدد مقاطع استقلية الحقيقة فعلا انسجام فظيع بالأصوات وبعدين عم بيكون الصوت فيه يعني الأب والبنت فعلا بيحس الواحد أنه عم يقدم لوحة فعلا ممتازة أتمنى أنا يعني بس وأنا هلأ بكتب شوية شعر يعني في يعني شوي. عندك كمان موهبة الكتابة ايه بس تلحين لا ما بعرف عم تدرس بيانو وأصالة أيوة تدرس موسيقى بس أنا لاحظت فيها إنه كتابة الشعر كويس. تكتب شعر كويس لو سألنا الأستاذ مصطفى لو فكر يوما ما أن يقوم بتأليف أوبريت ويلحنها ويقدمها وتكون المشاركة فيها أصالة يعني هو العمل الجماعي نعم. كأوبريت أو سكتشات يعني ممكن تكون أصالة ومطربة تاني ومطرب نعم. يعني عدة مطربين ومطربات بيشاركوا بعمل وهذا بيكون مثل المائدة اللي فيها عدة أنواع من الفاكهة نعم. فعمل كتير جيد وشيق ما إن شاء الله أنه نحسن نقدم هيك عمل في المستقبل إن شاء الله رصيد الأستاذ مصطفى بالنسبة للأغاني والألحان كبير جدا أجمل أغاني مصطفى نصري ما هي؟ الواقع كنت عامل بزماني كتير مسلسلات نعم والمسلسل التلفزيوني نعم في صدق في التعبير الغنائي نعم فمن هون مثلا مسلسل ساري أيوة كنت أنا أقوم بالعمل الغنائي بساري وعملت الحب والشتاء كما عملت اللي تجربة دينية في أغاني تبارك الرحمن وعدة مسلسلات مثلا أو مسرحيات بالنسبة للأستاذ دوريد لحام اشتركت في معظم أغاني غربة أيوة. وضع التشرين أيوة. ممكن تعتبرنا الأغاني بمسرحية غربة والتشرين هي لوحات غنائية أيوة. لوحات وحسب المشهد كنا نقدم لوحة بحبك لأن الشمس تبطل تطلع
لو بدي اقيس الصحراء اصبع اصبع بحبك لان الشمس تبطل تطلع. لو بدي اقيس الصحراء اصبع اصبع وبحبك وجبال الشم بخليها لعيونك تركع لعيونك لعيون. يلي عيونك واحة وصحراء وسيوف بنخوة تلمع قلبي المسحور بضواها عشفراتها يتقطع وبصحراء حبك يتبعثر ما يتجمع غير بعيونك لعيونك لعيون. حبك لأن الشمس تبطل تطلع. لو بدي أقيس الصحراء أصبع أصبع بحبك لأن الشمس تبطل تطلع. لو بدي أقيس الصحراء أصبع أصبع وبحبك وجبال الشم بخليها لعيونك تركع لعيونك لعيونك. الحقيقة أصالة أنا هلأ خطر بالي سؤال. أنت قلتي أنه بتكتبي عندك كتابات بداية كتابات، متذكرة شيء من اللي حاولتي تكتبي تقلي لنا إياه؟ هلأ ما علي محضرة يعني ولو أنا رح أعطيك هلأ نخلي نسأل بابا سؤال رح نحن نتركك شوي تفكري بهالكلمات وتحاولي أنك تتذكريها. أستاذ مصطفى تتهم الأغنية العربية على أنها تفتقر إلى الكلمات. طيب البابا بذكرك في مجال تذكرها بشي؟ والله عنده مؤلفات كتير شو بذكرها. معقول لا أكتب بسرعة ما بيكون الغناء عم يخليكي تنسي الكلمات الحلوة. لا ما بفكر بكتوبة رأسا ارتجالي بتهم. أغنية من كلمات أصالة قدمتها للأطفال أو أنا بتذكر في تقديم لأصالة للأطفال قدمت. والله في عدة شغلات يعني ها. بس الواقع هي للدراسة ميولها أكثر من أيوة. يعني ما يعني كتير بتحفظ اللي بتكتبه هي. صحيح. يعني ما قدمت أغاني للأطفال؟ إيه طبعاً في عملت برنامج للأطفال. في ضمنه أغاني. ضمنه أغاني. في ممكن تتذكرين أغنية للأطفال؟ في لبرنامج افتحي يا سمسم عاملة كتير أغاني نعم. طبعاً. بس في كمان غنية لشارع في قصص الشعوب. أي كتير حلوة هي. ممكن. يا ريت تغني لنا إياها. إيه طبعاً. يلا. في قصص الشعوب. في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم حلو بهي يسكن في القلوب في قصص الشعوب. يا سلام فعلا في طبقات الصوت حلوة وسجمة. أغنية تانية أصالة بمسلسل افتح يا سمسم قدمتي كمان أغاني؟ كتير قدمتي. ممكن تغني لنا شي غنية بس طوليها شوي. حين أغني يدنو كل صحابي مني. حين أغني يدنو كل صحابي مني ذلك أني معروف معروف عني أني لا أكذب لكني أسرار صحابي أخفيها حتى لا يعرفها غيري. حسنات صحابي أرويها سوءات صحابي أخفيها ولهذا ضربوا من فني حين أغني. عم تغني هلأ أنت على أصحابك ورفقاتك.